السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توب ابس دوت اي اي الموقع دوت متخصص في برامج بتاعة الذكاء الاصطناعي. هو بيبدأ يرتبهم لك، ممكن تقول له مثلا انا عايز الحاجات الفري، انا عايز الحاجات اللي فيها تجربة، او عايز الحاجات اللي فري مام بيبقى فيه امكانيات معينة متاحة للناس كلها، انا عايز الحاجات اللي هي بفلوس. طيب انا مركز على حاجات الثري دي، او مركز على حاجات الكوبي رايت او الاسيسن، او عايز حاجات خاصه بالايميل ورد على الايميل وهكذا. فبيفلتر لك الموقع، وعنده مواقع كتير جدا، يعني لما تقول له قول هيجيب لك المواقع كلها. انا عايز مثلا المواقع بتاعه البرودكتيفيتي اللي تزود الانتاجيه، فيبدا ان هو يفلترهم لك بحيث ان انت تشوف تشوف المواقع اللي هي متخصصه في الحاجه ديت، واي موقع فيهم يعجبك ممكن تروح فتح الصفحة بتاعته وتقرأ، ولو عجبك تقدر تروح على الموقع على طول. وهو بيقول لك هيكلفك كام والتقييم بتاعه قد ايه، والمواقع المشابهة ليه او اللي قريبة منه او اللي ممكن تستفاد منها بنفس الطريقة اللي بتقع تحت نفس الخانات. طيب عجبني مثلا الموقع دوت، هروح دايس هنا يبدأ يفتح لي الصفحة واقدر ان انا استفاد من خدمات الموقع دوت.